اضطرت مدرسة أنيتا إلى إغلاق أبوابها مجدداً في ظل الموجة الثانية من وباء كوفيد-19 في إيطاليا، لكن التلميذة البالغة 12 عاماً رفضت البقاء في المنزل. وتقصد الفتاة الإيطالية كل يوم مدرستها الواقعة في تورينو للمطالبة بإعادة فتحها، في حين أغلقت المؤسسة التعليمية منذ بدء العزل العام في المنطقة. Tutto, fare le lezioni in presenza, guardare i professori negli occhi al posto di guardarli attraverso uno schermo, stare con i miei compagni, svegliarsi la mattina, prepararsi ad andare a scuola al posto di stare in pigiama davanti a un computer. وبعد بضعة أيام انضمت إليها رفيقتها ليزا وبعض التلاميذ من مدرسة مجاورة للمطالبة سلميا بحقهم في التعلم. وكانت إيطاليا أول بلد يضربه الوباء على الصعيد الأوروبي، وأحصيت فيها أكثر من 1,200,000 إصابة، من بينها أكثر من 45,000 حالة وفاة.